هاي اليوم بدي اخبركم عن باليت بسام فتروح الجديدة يلي اسمها The Star واكيد هي كولابوريشن مع The Star اليسا. بدي اخبركم عن باليت قد ايه الوانها حلوة. فيها 18 colors هن highly pigmented مات وبنفس الوقت فيهم shimmers وكمان holographic shades. الباليت فيكم تشتغلوا فيها بمكياج النهار وحتى بمكياج الليل. رح نعمل هلا swatches وتتشوفوا انتو الالوان قديه حلوين وقديه هن highly pigmented. اذا رح بلش لكم هلا بالالوان تتشوفوهم. شفتوا هيدا الازرق بنحس بتحسوا في الوان في بقلبها جليتر بينما في الوان هي بتحسوها شمر واكيد في الوان هولوغرافيك. هلا رح فرجيكم هيدا شوي هولوغرافيك كمان رح فرجيكم لون كثير حبيته انا كمان هو من الالوان الهولوغرافيك ونحن بنعرف انه هلا موضه هيدي الالوان سو بسام جابها صح. وفي لون كثير حبيته كمان شمر لونه جولد ليكو شقوي من الالوان كمان اللي كثير حلوه البراون. رح اعملكم سواتش بس على الالوان اللي هي شمري وميتاليك. اذا مثل ما شفتوا بعض الالوان فرجتكم الاشياء الميتاليك والهولوغرافيك بس كمان الالوان المات هي كثير حلوه. والحلو فيها هيدي الباليت مثل ما قلت لكم قبل انكم فيكم تعملوا مكياج نهار فيها وفيكم تعملوا مكياج سهره فيها. وهيدي الباليت كثير كثير حلوه. مبروك بس مره ثانيه ومبروك اليسا كمان. الكولابوريشن عظيم وكثير حلو. منتظروها اكيد بالبوتيك عندكم.